بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم قبل الصلاة تقدمت القراءة من هذا الباب 24، وهو باب الرؤية، باب الرؤية فيه إثبات إيش؟ يعني من التبويب قال: باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففيه إثبات ماذا؟ إثبات أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، يرون الله سبحانه وتعالى، كما أن الكفار يحجبون عنه فإن المؤمنين يرونه جل وعلا. وأورد في ذلك عدة أحاديث، والأحاديث في إثبات رؤية الله جل وعلا كثيرة، لكن هنا أورد البخاري رحمه الله وإياه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل هذا الصحيحين، وهو فيه فوائد كثيرة وعظيمة. وقوله في بداية الحديث في الصفحة 341 في بداية الحديث قال: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. وأنهم يعرفون صورة لله جل وعلا، ها يا إخوان؟ أيوة، أحسن الله إليك. كيف؟ صحيح، لكن هو يقول: فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا عرفناه. كيف يعرفونه؟ وهل فيه صورة؟ أيوة، هذا الحديث الآخر، حديث أبي سعيد، ويأتينا، لكن هذا اللفظ يوم يقول يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. أيوة، من الآيات والحديث. أحسنت. المؤمنون في هذه الدنيا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإذا جاءهم غير ما وصف لهم في القرآن والسنة قالوا: نعوذ بالله منك، لست بربنا. أما إذا جاءهم ما وصف لهم في القرآن والسنة عرفوه. والدليل ما ذكر الأخ فيما جاء فيما سيأتي أو فيما قرأنا في الحديث الآخر، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه، ونثبت له جل وعلا ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ما أخبرنا كيف هذه الساق من أجل أن نقول كيفيتها، فنحن نؤمن بها كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، لا نمثله بأحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. منشرح صدورنا ونؤمن أن ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، وهذا في قوله جل وعلا إيش مصداق هذا الحديث: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من الذين لا يستطيعون؟ هؤلاء المنافقون. قال عليه الصلاة والسلام: فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة. أهل الرياء وأهل السمعة، وكذلك المنافقون، لأن المنافقون يظهرون هذا للناس فقط رياء وسمعة. قال: فيذهب هؤلاء يريدون أن يسجدون،
قال فيعود ظهره طبقا واحدا بدون مفاصل، يريد أن يسجد فيقع على وجهه. قال ثم يؤتى بالجسر. الشاهد من هذا كله أنهم ينكرون في المرة الأولى، والله جل وعلا على كل شيء قدير، يأتيهم في الصورة التي في غير الصورة التي يعرفونها مما جاءهم في الكتاب والسنة، فيقولون نعوذ بالله منك، نحن هذا مكاننا حتى نرى، حتى يأتينا ربنا، فيكون بينهم وبينه تلك العلامة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله الذين يقول الأنبياء، نعم، قال ولا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. في حديث أبي هريرة في صفحة 341 أيضا من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله حتى إذا فرغ الله من القضاء، في السطر العاشر أو الحادي عشر، قال فإذا حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد أن يخرج ممن، قال من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. أما أهل الشرك بالله جل وعلا فهم خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. قال فيخرجون من كان لا يشرك بالله شيئا، وفي رواية من كان يعبد الله ممن أراد الله، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، يعبد الله ويشهد أن لا إله إلا الله، يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال فيخرجونهم فيعرفونهم في النار بأثر السجود، من أجل أن تعلم أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم لا يخرج من النار، إنه كافر بالله سبحانه وتعالى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فيقول فيعرفونهم في النار بأثر السجود. قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وهذا يدل على عظيم السجود عند الله سبحانه وتعالى، عظيم منزلة السجود والصلاة عند الله جل وعلا، ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وألذ ما يتلذذ به العبد المؤمن العارف بالله جل وعلا وهو ساجد. هذا الموضع هو ألذ ما يكون في حياة العبد، أن يسجد لله ويخضع له وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فيحرم الله جل وعلا على النار أن تأكل من الموحدين الذين لهم ذنوب يطهرون عليها في النار أثر السجود، فيعرفونهم بأثر السجود. فهذا من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. وكذلك من الفوائد في صفحة 342 قوله في آخر أربعة أسطر من الصفحة، هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر من يخرج من النار، آخر من يخرج من النار، جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة والمغيرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم كلها في الصحيح أن هذا الرجل، وأوسع الروايات رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وابن مسعود، أن هذا الرجل رجل يخرج من النار تسفعه النار مرة ويحبو مرة ويكبو مرة، قال حتى إذا جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا من الآخرين، وهو لم يدخل الجنة، إنما خرج فقط من النار، ويقول تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحد من الأولين ولا من الآخرين. قال
بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فترفع له شجرة من بعيد قد خرج وهو متفحم من النار فينظر إلى الشجرة ويقول قال ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى شيئا لا صبر له عليه من بهاء تلك الشجرة وهو قد خرج من النار فيقول ربي أدنني من هذه الشجرة أشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول له الله جل وعلا لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها قال يا ربي لا أسألك غيرها فيعطيه عهوده ومواثيقه فيدنيه الله جل وعلا منها فإذا أدناه منها جلس ما شاء الله جل وعلا ولبث تحت هذه الشجرة يشرب من مائه ويستظل بظلها ثم رفع له شجرة هي أعظم من الأولى فيسكت ما شاء الله ثم يقول ربي أدنني من هذه الشجرة أشرب من مائها وأستظل بظلها قال عليه الصلاة والسلام وربه جل وعلا انظر التعريف بالله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه من شدة جمال تلك الشجرة وما فيها فيقول يا ربي أدنني منها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها فيقول يا ربي هذه لا أسألك غيرها فيعطيه عهوده ومواثيقه فيدنيه منها فيجلس ما شاء الله ثم ترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة فيحدث معه مثل ما حدث معهم في الأولى يرى ما لا صبر له عليه وربه جل وعلا يعذر فيعطيه العهود والمواثيق ألا يسأل غير هذه الجنة التي عند باب لا يسأل غير هذه الشجرة التي عند باب الجنة فيدنيه الله جل وعلا منها ويعطيه عهوده ومواثيقه قال فيسكت ما شاء الله فيسمع أصوات أهل الجنة شيء لا صبر للإنسان عليه مما يسمع من نعيم أهل الجنة قال فيقول وهو يطمع في كرم ورحمة اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى فيقول يا ربي أدخلنيها فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها فيقول يا ربي هذه لا أسألك غيرها قال فلا يزال هنا الشاهد أنه قال في السطر تقريبا الخامس من الأسفل قال فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك هذا الشاهد قال فلا يزال يدعو يسأل الله جل وعلا وينكسر بين يديه ويتضرع إليه ويلح على الله جل وعلا قال فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة هذا الحديث إذا قرأته قرأت هذا الموضع ماذا تتذكر مباشرة ما يا إخوان أحسنت حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم فقال لا نعدم الخير من رب يضحك سبحانه وتعالى قال حتى يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة نسأل الله لنا ولكم من فضله قال فإذا دخلها قال الله له انظر إلى الكرم العظيم من الله جل وعلا هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة جاء في رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يقول له الله جل وعلا يا ابن آدم ادخلها فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع إلى رب العالمين ويقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول ادخلها ثلاث مرات وهو يرجع ويقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول له الله جل وعلا ألا يكفيك أن يكون لك مثل ملك أعظم ملوك الدنيا فيها قال ابن مسعود
قال الراوي عن ابن مسعود: فضحك ابن مسعود وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قال: ومما تضحك؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقلنا: ومما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين. حينما قال الرجل، حينما قال له: لك مثل ملك أعظم ملوك الدنيا وعشرة أمثاله، قال: فيقول الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الملك سبحانه وتعالى ويقول: إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير. في الرواية هذه أنه لما قال امتلأت أو وجدتها ملأى، يعطيه الله سبحانه وتعالى فيقول له: تمن. أنت ماذا تريد؟ أنت ترى أنها ملأى، ماذا تريد فيها؟ تمن. قال فيتمنى. قال فسأل ربه وتمنى، يعني يتمنى من الأمنيات التي يريدها في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الله ليذكره. يذكره، هو يتمنى ويقف، فيقول له الله جل وعلا: زد من كذا وزد من كذا وزد من كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني. يعني سأل كل شيء في باله، والله جل وعلا فوق ذلك يذكره ويقول له: زد من كذا، اطلب من كذا، واطلب من كذا. إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال الراوي عطاء بن يزيد، الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو جالس في ذلك المجلس، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم معهم في ذلك المجلس، قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيء، حتى إذا قال: لك ذلك ومثله معه، قال: وعشرة أمثاله، يقولها أبو سعيد رضي الله عنه. فيقول أبو هريرة: ما حفظت إلا ذلك ومثله معه. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. وصدق أبو سعيد رضي الله عنه، ولعل أبو هريرة رضي الله عنه إما نسي أو سمعه في البداية يقول مثله معه ثم قال له: وعشرة أمثاله، فلم يسمعها، لأن حديث ابن مسعود وحديث المغيرة وحديث جابر رضي الله عنهم كلها تؤيد حديث أبي سعيد أنه قال له: لك هذا وعشرة أمثاله معه. وهذا مما يليق بجلال الله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة، وهو أدنى أهل الجنة منزلة، وليس فيهم منزلة دنية، كلهم يرون أنهم أعظم ما يكونون. ها إذا كان هذا الرجل لما خرج من النار فقط قال: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، ولا من الأولين ولا من الآخرين. وفي حديث أبي سعيد الذي يليه من الفوائد غير ما تقدم، أنه قال عليه الصلاة والسلام، يعني بعد مرورهم على الصراط في صفحة 345 في السطر الرابع من الأسفل، بعدما يمرون على الصراط فيسقط من يسقط من أهل التوحيد ومن غيرهم، قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا، يعني من الصراط، في إخوانهم يقولون: ربنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام قبلها: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ يناشد الجبار سبحانه وتعالى، يطلب الله سبحانه وتعالى. يقول: أشد من مناشدتكم لي في هذه الدنيا تناشدوني شيء من الحق وكذا، يقول المؤمن يوم القيامة يناشد الجبار أشد مناشدة. يناشده في إيش؟ في الشفاعة لإخوانه، في الشفاعة لإخوانه المؤمنين. انظر ماذا يقول المؤمن. في هذا فائدة عظيمة. قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا. إخواننا الذين كانوا إيش؟ يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يصلون معنا صلاة الجماعة
هذه من أعظم فوائدها، أن المؤمن يوم القيامة يناشد الله سبحانه وتعالى ويشفع لإخوانه الذين يصلون معه في المسجد، يناشد الله جل وعلا فيقول: يا ربي أو ربنا إخوانا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الكريم الرحيم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. يعني من وجدتم من أهل التوحيد من أهل الإيمان يعني سقطوا في النار بسبب ذنوبهم، وهذا فيه أن المؤمن حتى ولو كان من المحافظين على صلاة الجماعة أنه في قلبه الخوف من الله جل وعلا ويعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يكون من هؤلاء الذين يسقطون في النار. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النار. فهؤلاء يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، يعملون معنا، ومع ذلك يسقطون في النار. المؤمن دائما في قلبه الخوف من الله جل وعلا وتعظيمه والوجل والخشية من الله سبحانه وتعالى، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتون، وهذه تصدق أن الله جل وعلا يحرم مواضع السجود، فإنهم يسجدون بوجوههم، فلا يزال يخرجون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، كل من عرف، لأنه جاء في الرواية الأخرى أنه قال: أخرجوا من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. من كان معه التوحيد، من كان معه أصل التوحيد وأنه لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيء، يخرجونه من النار، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون، وفي رواية: فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذا الباب إيش فيه؟ إيش فيه من صفات الله سبحانه وتعالى؟ الرحمة. فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. ولذلك أورد فيه حديث اختصر الشيخ هنا، حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن رحمة الله قريب إيش؟ من المحسنين. يرحم الله من عباده الرحماء الذين يرحمون الناس ويحسنون إليهم. وهنا قال تصديقا لما مر من الأحاديث: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها، يعني من أهل التوحيد، يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. عندي، الله يغفرك بارك فيك. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. في حديث أورده الشيخ، أورده الإمام البخاري واختصره الشيخ لأنه تقدم معنا في الأبواب الماضية ما هو، أو قبل ذلك الباب هذا عنوانه يثبت أي شيء؟ إيش؟ اليد. من وين؟ وين موضع الشاهد؟ يمسك السماوات. يمسك، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه يمسك السماوات والأرض. ولذلك تصديقا لقول الشيخ أورد في هذا الباب
حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وهذا دلالة على هذه الصفة وإثبات صفة الإمساك، وأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والسماوات والأرض لا تقوم إلا بإمساكه سبحانه وتعالى. واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق وهو المكون، هو المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون. هذا الباب فيه إثبات صفة إيش؟ الخلق والتخليق، وأنه خالق السماوات والأرض. ولذلك أورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، حديث الشهير في الصحيحين، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض. خلق الله سبحانه وتعالى لها. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. والذي يليه: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذي يليه: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، سخر ذل. هذه الأبواب الثلاثة تدل على أمر واحد، وهو صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم. ولقد سبقت كلمتنا، إنما قولنا، وكذلك قوله: قل لو كان البحر مدادا إيش لكلمات ربي. والجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون الكلام، ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. ماشي يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم: اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وهذا يدل على صفة ماذا من صفات الله؟ الجود الكرم. إيش الجود الكرم والعطاء أو استجابة الدعاء؟ ناظروا في الباب. صفة المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قد نقتضب الكلام من أجل يعني وضوح المقصود.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر بن عبد عن جابر عن عبد الله بن أنيس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. لو تواصل لأن كل الجاية الآن يعني بيجينا عدة أبواب وحديث في نفس المعنى، يعني هو رجع إلى يعني نفس الصفة السابقة، فأكمل وركزوا معنا في العلاقة بين الأبواب كلها. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أن يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنه ومثله فتلقى آدم من ربي كلمات. باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد: يتنزل الأمر بين السماء السابعة والأرض السابعة. باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وين الدليل هنا في الحديث هذا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، على كلام الله جل وعلا؟ وين موضع الشاهد؟ في بداية الكلام وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله جل وعلا، ثم ذكر كلام الله سبحانه وتعالى. ماشي، أحسن الله عليكم. هذه أدلة يعني يوردها البخاري كثيرا، يعني أنتم قد نستغرب كيف هذه تخفى، الله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن أولئك كانوا ينكرون ذلك، وانتشر يعني انتشر التعطيل فيهم، ولذلك الأحاديث القادمة هذه كلها يعني يستدل بها البخاري، يريد منها مواضع القول، ها؟ يقول الله، قال الله. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له رب، أعلم عبدي. أحسن الله. الموضع الشاهد: فقال ربه، فقال ربه،
أحسن الله. أيوة. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة، فليعمل ما شاء. الشاهد منه قوله: فقال ربه، فقال ربه، فقال ربه. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث مما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا إيش؟ جميل. هذا واحد. ثانيا أنه غفور رحيم. ثالثا يجمع هذا كله، يجمع هذه الفوائد كلها قوله: أحسنت، أعلم عبدي، أعلم عبدي، أعلم عبدي، أعلم عبدي. هذا العلم ينفعك، ينفعك في حياتك، أنك تنيب إلى الله، تعود إليه، تندم، تستحي منه سبحانه وتعالى، تعظمه. فالعلم بالله جل وعلا هو أساس كل خير. واصل. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان أو في من كان سلفا أو في من كان قبلكم قال كلمة، وفي رواية رغسه الله. يعني أنعم الله عليه. نعم. أيوة. أعطاه الله مالا وولدا. فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز. فسرها قتادة، فسرها قتادة، لم يدخر. أحسن الله لكم. لم يدخر عند الله. وفي رواية: لم أعمل خيرا قط، وإن يقدر الله عليه. وفي رواية: وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا إذا مت فاحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني. وفي رواية: فاسحكوني. فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا. ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. وفي رواية: مخافتك دون شك. قال: فما تلفاه الرحمة الله عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها. وفي رواية: فتلقاه برحمته. فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه: فذروني في البحر أو كما حدث. والشاهد فيه كلام الله. فقال الله عز وجل، فقال الله عز وجل: كن فكان. وهذا الرجل يعني رجل على أساس التوحيد، ولكنه يعني لم يذكر شيئا من العمل، أنه عمل صالحا يعني يتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن شدة خوفه من الله جل وعلا قال لأبنائه ما قال: إذا أنا مت فأحرقوني وذروني في يوم عاصف، اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، لئن قدر الله جل وعلا علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وهذا أصابه شدة خوف وجهل، جهل بالله سبحانه وتعالى وببعض صفاته سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. وهذا يدل على ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكفر به الإنسان. ولذلك أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمه الله جل وعلا فتلقاه برحمته. ماشي. أحسن الله إليكم. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.
عن أنس رضي الله لا زال عنه أنه الكلام قال متصل حول ايش؟ اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يا مرحبا. القرآن يقولون المخلوق هذا خلقه الله سبحانه وتعالى، موسى كلمه الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة، يعني تأويلات زنادقة كثير منهم ملاحدة أصلا دخلوا في دين الإسلام من أجل إفساد على المسلمين، إفساد عقائدهم، يعني أشياء ما يعني ما يتصور الإنسان أن يعني مسلم يقولها، لكنهم هؤلاء الزنادقة دخلوا في صدر الإسلام على وقت السلف من أجل تحريف دين الناس عليهم، وبقيت لهم بقية أثروا في الناس ورد عليهم السلف، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنها وقعت، والصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها، الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى وهم يقولون ليس له أسماء، تكذيب صريح للقرآن. فأشياء يعني الإنسان يستغرب كيف نرد عليها ونتكلم عنها وكذا، ما يتصور أن هناك أحد يقولها، لكن احمد الله جل وعلا أنك نشأت بين أهل العقيدة الصحيحة. نسأل الله الثبات لنا ولكم حتى نلقاه. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كان ينظر إلى أصابع رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم، أدنى شيء. وهذا من عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا، عند ربه، ومن عظيم شفقته وما أرسله الله جل وعلا به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنه لا يخرج من النار أهل الشرك، ولا يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واصل. أحسن الله إليكم. عن معبد بن هلال العنزي أنه قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقنا يصلي الضحى، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض وفي طريق يجمع الله المؤمنين يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون أما ترى الناس أنت آدم أبو البشر، وفي رواية أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست لها ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة
وقد نهي عنها فيستحي، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي، وفي رواية رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، فيستحي فيقول ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ويذكر لهم ثلاث كلمات كذبهن، ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله، وفي طريق ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما وقربه نجيا، قال فيأتون موسى فيقول لست لها، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول ولكن عليكم بعيسى فإنه عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، قال فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي طريق ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وفي طريق فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال وفي طريق فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي، فيقول انطلق، فأخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. وكذلك قوله جل وعلا إيش؟ إيش معنى من حبسه القرآن؟ من الآيات التي تدل على حبس بعض الناس. لا، القرآن يعني يبقى في النار من حبسه القرآن، يعني من وجب خلوده في النار بمثل قول الله جل وعلا ماذا؟ غير الخلود أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى بهذا الآية، لكن في آية يعني في موضعين من كتاب الله، وإن شئت فقل ثلاث. لا لا لا، غير الخلود، شيء يعني يتعلق بأصل الدين. أحسنت، ثلاث آيات: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأيضا الخلود غير قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا اللي حبسه القرآن، يغفر ما دون ذلك، أما الشرك ما يخلد في النار إلا أهل الشرك، ما يخلد في النار إلا من حبسه القرآن. حسناً شيخنا، خالدين فيها وردت في الجن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إيش معناها ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ هذه عاد لها تفصيلات ذكرها أهل العلم، وأنها يعني تمر على ظاهرها، ولكن إذا حصل فيها إشكال عند الناس وأنهم يكفرون القاتل وكذا، فإنه يقال أن القتل لا شك أنه كبيرة من أعظم الكبائر يستحق صاحبه الخلود في النار، لكن الله جل وعلا بحسنة التوحيد لا يخلد من كان في قلبه
أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد أهل التوحيد في النار. لكن الآيات هذه والأحاديث تطلق وتمر على ظاهرها ولا تفسر للناس، يهون لهم تهون عندهم الكبائر ويقال لا ترى ما هو خالد، لا، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو الأصل، إلا أن يتداركه الله برحمته. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها، فلما خرج يعني أخرج من النار كل أهل التوحيد، كل أهل التوحيد خرجوا من النار ولم يبق فيها إلا من حبسه القرآن. أيوة. فلما خرجنا من عندي أنس، فلما خرجنا من عندي أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي حسن البصري رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيهم، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيهم، فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كريه أن تتكل. قلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، وما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله معتقدا معناها مؤمنا به، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيء ولو كانت عليه العظائم. والله جل وعلا يقول: وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. الشاهد من الحديث الأول والحديث الثاني ما هو يا أخوان؟ أين الشاهد من الحديث الأول؟ عطونا الشاهد أولا من الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه سريعا، ركزوا معنا. وين الشاهد؟ ارفع رأسك الذي يدل على لا قبل من بداية الحديث، حديث أنس في صفحة 352 يا أخوان، تحت الباب مباشرة. قال: عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويقول باب كلام كليم الله موسى كليم الله، قدم شوي. اي نعم، يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى، يكلم الله سبحانه وتعالى، يقول باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، فهو يكلم عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس الآخر وين الموضع الشاهد؟ صفحة 354، أين موضع الشاهد؟ ايش؟ لا، فيه شاهد واضح. قال: ايوه جميل، هذا شاهد، لكن في الصفحة 354 قبله، يعني قبل الكلام هذا، قبل ارفع رأسك وسل تعطى. اي قال: فإنه، قال: ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما وقربه نجيا. كل هذه تدل على تكليم الله سبحانه وتعالى للأنبياء، وهنا قوله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وفي آخر صفحة في 56 أحسنت، قال: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي. هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى.
وفي الباب أيضا مما لم يعني مما اختصر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو هنا في الباب قال إيش؟ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حديث عدي ما هو؟ الحديث المشهور في الصحيحين قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ومن أعجب القصص الواردة في التاريخ أن أحد علماء أهل السنة من السلف جاء عند أحد الخلفاء، فأراد أحد الخبثاء من هؤلاء المعطلة الذين يقولون لا يتكلم الله جل وعلا، أراد أن يحرج أمام الخليفة، والخليفة كان يسمع لهؤلاء، فقال له: يا هذا، ما حجتك أمام الله إذا جاء بك الله جل وعلا يوم القيامة وقال لك أين وجدت أني أتكلم؟ فقال: يا رب أنت الآن تتكلم. قال: فأقول له أنت يا رب الآن تتكلم. فبهت هذا الجاهل الضال المنحرف، يعني شيء عجيب سبحان الله، ما تدري كيف هؤلاء يتكلمون بكلام يعني من وحي الشياطين. ولذلك قال في كثير منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ختام الفتوى الحموية، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما وما ولم يؤتوا فهوما. عندهم علم وعندهم، ولكن ما يفهمون، نسأل الله العافية. إذا طمس على قلب العبد ظل ضلالا بعيد. وما في أضعف من ابن آدم، إذا أضله الله سبحانه وتعالى بما كسبت يده، الذنوب التي يقترفها الإنسان، كل ذنب يقترفه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يعلوه الران فلا يدخل الخير. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا من فضل الله عليه، من رحمة الله جل وعلا توليه له سبحانه وتعالى. قال: والآخر، القلب الآخر، أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوب المقلوب. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوب المقلوب يدخله شيء من الخير. أنتم الآن تسمعون كيف يعني الآيات والأحاديث الكثيرة التي أخونا استغرب ماذا يقولون، كيف يقولون الكلام هذا. الكوز المجخي بسبب الذنوب والفتن التي تشربها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا قال عليه الصلاة والسلام: إلا ما أشرب من هواه. تجد عنده بعض المعروف، ها، لأنه يوافق هواه فيأخذه، والذي لا يوافق هواه من دين الله لا يأخذه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هم لا يأتون بباطل واضح، يلبسون معه شيء من الحق، يلبسون معه شيء من الحق، وتفاصيل كلامهم نسأل الله العافية تدخل الشبه في قلوب كثير من الناس، ولا يصلح ذكرها لكل أحد. والله المستعان. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. باب قوله: وكلم الله موسى تكليما. عن شريك ابن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال: أولهم أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. فقال: آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه،
والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل، قالوا ومن معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم، فقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذا النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات، عنصرهما ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبى لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فرجعني فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار، فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5، فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل،
فرفعه عند الخامسة فقال: يا ربي إن أمتي ضعفاء وأجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. والشاهد منه، الشاهد من الحديث كامل. فقال الجبار: تكليم موسى عليه السلام وتفضيله بكلام الله جل وعلا، وتكليم النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. لكن هناك بعض المواضع من هذا الحديث استنكرها أهل العلم، قالوا غلط فيها شريك، كما هو في تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فليراجع. واصل. أحسن الله إليكم. باب كلام الرب مع أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا واضح فيه كلام أهل الجنة مع رب العالمين. واصل. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. غمة هم وضيق. قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم. يقال: افرق اقضي. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه، فهو آمن حتى يأتيه فيسمع منه كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. قلت: لم يذكر فيه حديثا. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعن عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم بقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له حافظون.
عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وهذا فيه التحذير من الشرك، وهذا ظاهر، وفيه أن فعل العبد ينسب إلى العبد وأنه مخلوق، كما أن العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون كما سيأتي. واصل. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. باب قول الله تعالى. وفي هذا الباب يعني الظن بالله سبحانه وتعالى وإثبات السمع له جل وعلا. وأورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كانا عند المسجد الحرام، فقال بعضهم لبعض: هل يسمعنا الله جل وعلا أو لا يسمعنا؟ فقال أحدهم: إن جهرنا سمعنا، وإن أسررنا لم يسمعنا. وقال الآخر: والله إن كان يسمعنا إن جهرنا فإنه يسمعنا إن أسررنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله، ظننتم، شوف الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا يدل على أنه كلما زاد علم العبد بالله كلما حسن ظنه بالله جل وعلا وعظم ظنه بالله، وكلما نقص بقدره وساء ظنه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام عظيم نافع، قال: ولو فتشت من فتشت وجدت عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى واعتراض عليه وتسخط على القدر، قال: وفتش من شئت تجد عنده قل أو كثر، قال: وفتش نفسك عسى أن تكون ناج منها. ثم ذكر أساس نفي سوء الظن هذا بالله سبحانه وتعالى، قال: ولا ينجو من ذلك إلا من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كان من أعظم الناس حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في حياته هذه يعظم ذكره ودعائه وإقباله على الله جل وعلا وعمله الصالح ومسارعته في الخيرات، فيعظم حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويضعف أحيانا ويغفل عن الذكر والدعاء والإقبال على الله جل وعلا، فيدخل في قلبه شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث لا تكلموا في الصلاة. وهذا فيه رد على بعض المبتدعة الذين يقولون كلام الله سبحانه وتعالى أزلي، يعني لا يتكلم متى شاء وإذا شاء، لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية، وهذا يرد عليهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، وكل يوم هو في شأن، يعني يأمر سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس رضي الله عنهما للمسلمين، قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وكتابكم أحدث شيء عن الله جل وعلا؟
فوالله ما رأينا أحد منهم يأتيكم يسألكم عن كتابكم. ففيه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. ولا تستغرب من هذه الضلالات والجهالات والشبهات والفتن التي ظلمات بعضها فوق بعض أقوال هؤلاء، لكن نحن نضطر أحيانا نذكر بعض الشيء لأن البخاري يشير إليه رحمه الله تعالى في رده. واصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيث ذكرني وتحركت بشفتاه. باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يتخافتون يتسارون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وزاد غيره: يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول له: أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. هكذا عندي رسالاته في قراءة. نعم. وقال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. وقال معمر: ذلك الكتاب، هذا القرآن، هدى للمتقين، بيان ودلالة. كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن ومثله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم، وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. الحديث فيه تقديم وتأخير. وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالي حرام بن ملحان رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من القراء بقصتهم الشهيرة الذي لما قتلوا حرام رضي الله عنه، وقتلوا القراء عموما. واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن بقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في عملته. أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هلوعا ضجورا. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي مشيا أتيته هرولة. باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، زينوا القرآن بأصواتكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال سفيان: تفسيره يتغنى به. باب قول الله تعالى: فقرؤوا ما تيسر من القرآن. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والطور، وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب، يسطرون، يخطون، في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. دراستهم تلاوتهم واعية حافظة، وتعيها تحفظها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إن
كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: تبين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بارك الله فيك. ختم البخاري رحمه الله وإياه كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهي من أنسب الخاتمة ومن أنسب الأحاديث لهذا الكتاب، خصوصا كتاب التوحيد، أنه بدأه بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وختمه بتسبيح الله وحمده. وأن هذا الإثبات في هذا الكتاب كاملا مشتمل على حمد الله، وهو إثبات المحامد والكمال والجمال والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى، مع تسبيحه سبحانه وتعالى وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وسبح نفسه عنه وقدسها عنه، وهو السبوح القدوس جل وعلا. فهذه الكلمات من التسبيح والتحميد هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كلها كلمات تعظيم وإثبات الكمال والمحامد والأسماء الحسنى والصفات العلى له جل وعلا، ونفي كل نقص ونفي كل ما نفاه الله سبحانه وتعالى أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. هذه إيش يا شيخنا؟
هذه هدايا أو جوائز مقدمة من الإخوة في جمعية رسالة جزاهم الله خير، بس خلني صعب عليكم السؤال عشان يمكن تبقى الهدايا هذه عندي. طيب نختم بهذه الأسئلة، احنا ما عدينا سؤال لكن خلونا نغوص شوي ندور لكم سؤالا صعب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تحول الإمام. طيب لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيه لفظ من الألفاظ المهمة التي في بداية الكتاب مهد بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما سيأتي في هذا الكتاب كاملا في بداية، فما هو؟ هذا سؤال صعب شوي. يا جماعة أنت ما حضرت ففاتك يعني. فيه لفظ، قلنا لفظ في البداية مهد به البخاري رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، فما هو؟ بس ما موجود في المختصر. أحسنت، ما موجود في المختصر، ما مجاوب عليه إلا اللي حضر، لأن اختصره الإمام الألباني رحمه الله. أنا راح أجاوب، أنا عندي قلق. نعم، أنت حذرناك من الإجابة. هاي يا جماعة نقرب لكم شوي. في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، إيش اللفظ؟ أيوة، أهل الكتاب مرهم بالتوحيد. ماشي، والشيخ تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. العلم إن علموا، قربت جدا. إذا عرفوا الله. أحسن، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله. هذه جائزة الشيخ سعد. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فيه لفظ آخر في نفس الباب، هذا موجود عندكم، موجود عندكم، ما هو من مختصر. ها يا جماعة، لفظ آخر أيضا فيه تمهيد، تمهيد لما ذكر في الباب كاملا، فما هو؟ موجود عندكم في الكتاب. إيش؟ قربت شوي، قربت شوي، ما هو بعد، بس هذا في الباب الثاني. لا، أنا أبغى الباب الأول. أحد عنده جواب؟ ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. متى التوحيد؟ لا، تفضل يا شيخ. لأنها صفة الله. أحسنت، ويستاهل الإمام. حال جائزة الأسئلة. قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول الأنصاري رضي الله عنه لما قال سلوه لما يقرأ بها أو لما يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمة. طيب لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيه بعض المواضع مرينا عليها سريعا عشان نختم، وما سألناكم عنها مع أهميتها، نشوف الحين ونسألكم عنها. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث لا إله إلا الله
ابن عمر رضي الله عنه في صفحة 363 قال لا حسد إلا في اثنتين. وين الشاهد منه؟ الشاهد من الحديث اللي يعني أراد البخاري أنه يستدل به، مع أن احنا ما علقنا على هذا لأن يطول الكلام فيه، لكن أين الشاهد فيه؟ صفحة 363. أين الشاهد في الحديث؟ وين اللي يشهد لهذه الأبواب؟ قال لا حسد. فهو يتلو. يا سلام عليك، أحسنت. فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فنسب العمل لمن؟ للقارئ. فهذا عمله من عمله. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، بقي آخر جائزة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا سهل، سهل شوي يعني، ما هو سهل واجد. في الباب رقم 50، باب رقم 50، أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ في الباب رقم 50. تفضل الشيخ. أيوة. قوله أيوة. قوله وروايته عن ربه. أيوة. وين الشاهد؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أن ربه. وين الشاهد في الحديث؟ الحديث. إثبات الكلام لله عز وجل. أي وين الشاهد؟ هو قال لك الباب، باب وذي. قال يروي عن ربه أنه قال إذا تقرب. أحسن. يرويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. هذا هو الشاهد. بارك الله فيك يا شيخ. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم معرفة به ومحبة له وخوفا منه ورجاء له جل وعلا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يعينهم ويسددهم ويصلحهم ويصلح بهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة ويكفيهم شر بطانة السوء، ويعفو عنا وعنهم. وقبل الختام يعني هذه وصية أخصكم بها لأنكم بقيتم إلى نهاية الدرس.